شو رايك في اللقاح؟ حلو على المعزوفة الجديدة هاي؟ اللقاء بس سريع شوية كده و لا وبعد، لا انت متقدم حق الجمهور عمل لازم تحط لهم هاي المقطوعة. حلو، بس شوف ايقاع تاني كده لا الايقاع هذا مو بعايب مني انا، بحط حاجة لها ايقاع غربي. سلو حلو يعني، لان هي المعزوفة يعني. ده ايقاع ايه اللي انت مشغله ده؟ هذا الايقاع اللي هو يسمونه الرايح السعودي، ايقاع سعودي فنان حلو، بس هذا الاغاني خاصة. تشوف الايقاع اللي هو البندري هذا، الحاجات بتاعت الحاجات بتاعت شوف الغوص هذا، بتاعت هذا ايقاع. يا سلام، هذا الايقاع الحلو هذا، خلاص معزوفتي الجديده على هالايقاع. ده عامل زي الحاجات بتاعت الغوص بتاعت زمان. ايوه خلاص خليه ده بقى.